سنتحدث عن موضوع غاية في الأهمية. سنتحدث عن الذاكرة والنسيان. هل تذكرون رقم هاتفكم القديم أو ماذا أكلتم قبل أسبوع أو أسماء جميع أصدقائكم من الصف الأول؟ كلنا ننسى، ولكن لماذا ننسى وكيف يمكننا تقوية الذاكرة؟ ومتى تتحول نعمة النسيان إلى نقمة؟ سنطرح هذه الأسئلة وأخرى على البروفيسور رفيق إبراهيم. كونوا معنا لنستمع منه إلى نصائح كيف نقوي الذاكرة. من الأول حلقة اليوم، ورحب بضيف الأول لهذه الحلقة البروفيسور رفيق إبراهيم، أخصائي في علم النفس العصبي وبحوث الدماغ في جامعة حيفا. صباح الخير لك بروفيسور رفيق. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يعني حديثنا اليوم هيك عن الذاكرة وعن النسيان، أسئلة كثيرة بدي أحاول إنه ما أنسى ولا واحدة فيها. لا شك إنه الموضوع هذا موضوع واسع وشامل، وأبحاث الدماغ هي علم بحد ذاته. خلينا هيك اليوم نحاول نبسط الأمور ونسهلها على المستمع. لما بنحكي إحنا على مفهوم الذاكرة، إذا بدنا هيك نحاول نعرفه، إيش هي الذاكرة بروفيسور رفيق؟ الذاكرة هي أحد إحدى قدرات الدماغ الأساسية التي تدخل في جميع العمليات الذهنية والمهارات الاجتماعية حتى. فدونها لا يمكن القراءة أو القيام بعمليات حسابية بسيطة، كما لا يمكننا أن نمارس حياة اجتماعية مركبة وحضارية. بتعريفها العام، الذاكرة هي القدرة على تخزين المعلومات واسترجاعها، بينما النسيان هو عدم القدرة على استرجاع المعلومة عند الحاجة إليها طبعا. يعني عادة هي الذاكرة عكس النسيان؟ طبعا بتعريفها هي عكس النسيان. وموضوع الذاكرة رغم أن له صلة في جميع مجالات الحياة، المجال الذي يبحث موضوع الذاكرة هو علم النفس الإدراكي وعلم الأعصاب لصلته المباشرة بعمل الدماغ. يعني عادة زي ما احنا نعرف بروفيسور رفيق، كلنا بننسى، فش حدا فينا ما بينسى. في ناس عندها ذاكرة أقوى من ناس، في ناس بتقدر تحفظ الأشياء في طريقة أحسن. بس إذا هيك حابين نحكي، احنا بنعرف انه في كمان أغاني على النسيان وعلى نعمة النسيان، بس وانت بتتحول هاي النعمة إلى انها تصير نقمة؟ وانت الواحد لازم ينتبه انه هو عم يفقد أي أشياء اللي لازم يحتفظ فيها يعني أكثر؟ يوجد من يشبه النسيان كسكين ذو حدين، الحد الأول هو نعمة كما ذكرت، والثاني ممكن أن ينقلب نقمة. فلولا النسيان، هذا إلى حد معين صحيح، فلولا النسيان لعشنا في محيط من الأحزان مثلا. فالماضي يمكن أن يكون مليء بالألم والإساءة وأحيانا الظلم. فالنسيان مهم جدا لتعدي هذه الهموم والأحزان كي نستمر ونمارس حياة طبيعية. ومن هنا أيضا نرى أن في الكتب السماوية هناك مدح لصفات معينة لصفات النسيان. فمثلا كي نتواضع علينا أن ننسى المنصب أو الانتماء العائلي والطبقي، ولكي نرفع الرأس والأمع علينا أن ننسى مراحل الفشل في الحياة، ولكي نعيش حياة أفضل خالية من الكدر يجب محبط أن ننسى إساءة الناس إلينا. ولكن هذا يأتي ملازمة مع التذكر، فيجب أن نتذكر فضل الوالدين، ويجب أن نتذكر مثلا إحسان الناس إلينا وأننا مراقبون في السر والعلن. فإذا ما نسينا كل هذا فذلك ينقلب نقمة علينا، كما في الحياة اليومية عندما ننسى المادة التي درسناها مثلا للامتحان مهم. فالسؤال يبقى، هل يكون موضوع النسيان هو عملية إرادية؟ هذا طبعا موضوع مفتوح للجدل الفلسفي والعلمي، ولكن في النهاية لا شك أن ليس كل نسيان نعمة، والعكس هو صحيح، ليس كل نسيان هو نقمة. يعني احنا هيك نحاول نحكي هيك شوي عن كل موضوع الذاكرة هون. يعني احنا نعرف انه في كثير ناس اليوم بتنسى كثير اشياء، يعني مش عم بحكي بس على كبار السن اللي عندهم عادة يعني بتبدأ الذاكرة تخف، انما كمان حتى عن شباب وعن ناس يعني اللي هن في متوسط العمر، يعني بينسوا كثير. اليوم الناس كثير بتنسى ممكن تكون اشياء اللي هي اشياء خاصة حتى مرات. عادة لما احنا بننسى الاشياء، يعني عادة بننسى الاشياء اللي هي مش مهمة كثير لنا، بس هيك نحاول نفهم عادة إيش إحنا بننسى. يعني
أولا يجب تصنيف الذاكرة، فأهم التصنيف هو حسب المدة وطبيعة الاسترجاع. فعلى محور المدة الزمنية للذاكرة، هناك الذاكرة القصيرة أو النشطة الفاعلة، هي القدرة على الاحتفاظ بمعلومات قليلة في الذهن، وتكون عادة في حالة نشطة وسهلة الاسترجاع. هذه المنظومة منفصلة عن الذاكرة الطويلة المدى التي نصل إليها أو نصل إلى هذه المحطة في مرحلة متقدمة، عندما ننتقل إلى عن طريق المراجعة وتردد المعلومات. هذه المرحلة هي الذاكرة طويلة المدى LTM. هي مرحلة أخيرة في الذاكرة، لها سعة استيعابية كبيرة غير محدودة، وهناك معلومات نتعامل معها أكثر من غيرها، تكون بوضع نشط، ولكن هناك معلومات يجب أو نحن نكون بحاجة إلى استخدام طرق ورموز أكبر حتى نسترجعها. بالنسبة لضعف التذكر وقلة نجاعة هذه الذاكرة، هناك أسباب طبعا ممكن تكون عضوية ومنها أسباب نفسية سلوكية. يعني هو إحنا إذا بدنا نحدد العوامل يعني عادة اللي بتأثر على الذاكرة، إيش هي؟ العوامل العامة المساعدة على استيعاب المعلومات أولا وبالتالي التذكر تبدأ من تعدد المسارات الحسية. إذا كان الإنسان يستقبل المعلومة عن طريق أكثر من مسار حسي واحد، هذا يساعده على تثبيت المعلومة في الجهاز الذهني. فلنفرض إذا قرأ الإنسان نص معين بصوت مرتفع، يكون قد استعمل مسارين. المسار البصري أي الذاكرة المكانية، والصوتي الذاكرة الصوتية. وإذا كان يمسك مثلا في الورقة أو الكتاب بوضعية معينة، فهذا مسار ثالث هو ذاكرة اللمس. فالنقطة هي أنه كلما كانت المسارات مرتبطة أكثر، يتم تفعيل مسارات عصبية في الدماغ، وهذا هذه الشبكة تشكل بمثابة قائد الذي يخزن في مراكز معدة لذلك. وعملية الخزن هي بحد ذاتها معقدة طبعا، بحيث تمر في عملية تشفير أو ترميز ثم التخزين، وهذه المعلومة تبقى مخزنة حتى يتم استرجاعها حسب الحاجة. وهناك طبعا عوامل مؤثرة على عملية التشفير نفسها، إذا أردت ممكن التطرق لذلك. يعني عادة في كثير ناس اللي بتشبه الدماغ للحاسوب، هل هو فعلا يعني بيعمل زي الحاسوب؟ هذا ينطبق بالضبط على هذا الموضوع، موضوع التشفير أو الترميز للمعلومات في الذاكرة الطويلة المدى. كل معلومة تبدأ في عملية استيعاب، فعند العقل البشري أو الذهن البشري سبب أحيانا مشاكل التشفير أو التركيز هي قلة التركيز عند استيعاب المعلومة. فكما نعلم أن عملية الاستيعاب أفضل في ساعات الصباح، بحيث يكون التركيز أعلى. هناك عامل ثاني وهو الرغبة، ما لا يوجد للحاسوب طبعا، الرغبة في تذكر المعلومة، إلى أي مدى المعلومة المستقبلة تعني لنا شيئا مهما. فهناك عامل آخر هو الحالة النفسية المزاجية للمستقبل، فأحيانا شدة القلق أو الخوف أو الغضب وقلة النوم يضعف الطاقة المطلوبة في عملية التذكر والتعلم. فإذا أخذنا مثلا توصية دارجة مثل مثلا ممارسة الرياضة البدنية لرفع مستوى التذكر، السبب من وراء ذلك هو إفراز مواد كيماوية تخفف من حدة القلق والتوتر، وبذلك تزيد من قوة التركيز، وهذا ينقلنا طبعا إلى السبب العضوي في عملية التذكر. يعني لا شك أنه الأسباب العضوية ممكن كثير تكون كثيرة، وممكن يكون كمان أمراض اللي إحنا ما بدنا اليوم نحكي نفوت في كل الجانب الطبي للإشي، بس إذا حبينا هيك نذكر عادة في أشياء بسيطة إيش ممكن نذكر منها؟ أولا كل ضعف في إفرازات مواد معينة كيماوية معينة في الجسم، مثل إفرازات الغدة الدرقية سيرويد أو نقص في فيتامين بي 12،
يمكنه أن يشوش عمل الخلايا العصبية في مناطق حساسة مثل المناطق المسؤولة عن معالجة المعلومات توخذنا. فمن المعروف أن هذه المواد لها وظيفة في سرعة العمليات التفكيرية. فللتأكد من هذه الأسباب يجب أولا فحص مثلا أداء العمل مدة دراسية أو مستوى فيتامين بي 12. وبالإضافة إلى ذلك طبعا هناك أسباب عضوية أخرى مثل الأمراض كما ذكرت والصدمات التي تؤدي إلى بالتالي إلى تلف الخلايا العصبية نفسها. فالأمراض المتعلقة بمشاكل النسيان عند الكبار مثلا ترجع أغلبها إلى أسباب تلف متسارع للخلايا. وللتأكد من هذه الإمكانية عادة يتم أولا إجراء فحص أو صورة بالأشعة السينية المقطعية CT أو المغناطيسية MRI بعد اختبار طبعا قياسي لظاهرة الذاكرة. فكذلك الأمر عند إصابة الرأس إثر حوادث معينة وتضرر احتمالي للدماغ دائما يجب أن يخضع المصاب إلى مسح طبي من ضمنه طبعا ما ذكرت الاختبار القياسي للذاكرة والصورة السينية الرنجن. نعم لا شك أنه هون العمل الطبي كمان بيأثر كثير على هذا الموضوع كل الجلطات الدماغية وكل الأشياء اللي ممكن الواحد يمر فيها في الحياة. بس حابة نرجع نركز معك على كل الموضوع تبع إحنا إذا كأفراد اللي يعني أشخاص سليمين اللي بحسوا مرات أنه عندهم الذاكرة هيك عم بتخف شوي شوي إيش ممكن الواحد كيف ممكن أنه نعمل على تقوية الذاكرة؟ هناك عدة طرق استراتيجية أو يمكن استعمالها بهدف تحسين عملية التذكر وكلها تعتمد طبعا على الأسس التي ذكرت. يعني الأولى مثلا نقطة الانتباه والاهتمام الكافي للمعلومة أو لعملية الاستيعاب الأولى. فالتركيز هو طاقة مطلوبة في مثل هذه العملية وخاصة في عملية تشكير المعلومات. تكرار المعلومة ضروري لأنه التكرار هو مهم جدا لانتقال المعلومة إلى الذاكرة طويلة المدى. من المفضل إدخال حواس أخرى غير البصر أو السمع فهذا يزيد من احتمالات التذكر بفضل طبعا رموز الاسترجاع. ففي ربط المعلومة مع معلومات سابقة محبط أيضا اختيار المعلومات التي لها قيمة عاطفية وتثير بنا المشاعر لأنها عادة تكون ثابتة أكثر في الذاكرة وكونها سهل استرجاعها. هناك أيضا طرق يستعملها كاستراتيجية مثل تخطيط مسبق لحفظ المعلومات. فإذا أردنا مثلا حفظ درس معين أو طالب يريد أن يحفظ قصيدة أو مدير الذي يريد أن يحفظ خطاب يجب أولا تجزئته إلى أقسام حسب الموضوع وربط الأجزاء بطريقة منطقية بطريقة ما تسمى تحزيم أو تشانكينج. هذا الأمر طبعا في الحياة اليومية يمكن إعطاء أمثلة مثل تذكر قائمة المشتريات أو إذا من البيت ومتأكدين من فصل الكهرباء أو إطفاء الغاز دائما يجب أن نقول لأنفسنا ذلك بصوت عالي مرتفع كي ندخل حاسة السمع أيضا لكي نكون متأكدين من التذكر وليس فقط اللمس. الأشياء الممكن الواحد يستعملها يعني من ناحية المبدأ يعني الذاكرة هي عضلة للواحد بيقدر يقويها. يجب أن نتعامل مع الدماغ كأي عضو ثاني. هي ليست عضلة ولكن هي من خلايا عضوية بالتالي فيجب أن نتعامل معها كأي عضو آخر فهو بحاجة للراحة مثلا فخاصة فكثرة السهر مثلا والإكثار من شرب مواد منشطة كالكافيين والتدخين والمشروبات الطاقة المختلفة وغيرها كلها بالتالي تقاوم الشعور بالنعاس وتحاول
بطريقة مصطنعة إيقاظ الدماغ في وقت يكون الدماغ بحاجة إلى الراحة كأي عضو جسدي آخر. فمن الأفضل طبعا تجنب ذلك قدر المستطاع. بدي أسألك بعد سؤال بالنسبة للتعليم، وأنا بعرف أنه عندك كمان أبحاث اللي كثير كمان تتعلق من ناحية اللغة والتعليم. يعني بنعرف أنه زمان كانت العادة أكثر أنه إحنا يعلمونا الحفظ، اليوم مجال الحفظ يعني عم بيحاولوا ينزلوه من المدارس، وعم بيحاولوا أنه ينموا عنا القدرة على التفكير الخلاق، وأنه يكون الواحد يعني مبتكر وأنه يفكر في طريقة ثانية. طريقة هاي عدم الحفظ، هل هي بتقلل من يعني من كثر من الذاكرة؟ من الأفضل عادة تشغيل الدماغ بكل الطرق، وخاصة الطرق التفكيرية وحل المسائل أكثر منها من الحفظ، مع أن الحفظ هو شيء، هو تمرين مهم للدماغ، فليس هنا غنى عن أي طريقة من الطرق، إن كانت طرق تحليلية وحل مسائل جديدة خاصة. والحفظ بحد ذاته هو عملية تحافظ، إذا اصطلح القول، على الدماغ. ولكن اليوم نحن في وسائل مختلفة من ما كانت في القديم من الأجهزة و أنا بدي أوصل معك على كل موضوع الأجهزة وعلى الحواسيب وعلى كل يعني إحنا بنعرف إنه اليوم الإنسان موجود فيه وعنده كثير وسائل راحة اللي بتهون عليه. يعني إحنا كل أرقام التلفونات تبعون أصدقائنا موجودة في أجهزة الهاتف الخلوي اللي معنا، وأغلب الناس اليوم معها أجهزة متطورة جدا. يعني إحنا ما في حاجة حتى إنه نتذكر رقم تلفون أهلنا أو أصدقائنا. يعني كل هاي الحاسوب اللي اليوم موجود، يعني استخدامه موجود بكثرة، كل هالأشياء كيف بتأثر علينا، على دماغنا، على الذاكرة، على قوة الذاكرة تبعنا؟ صحيح. أولا بالنسبة لموضوع التعلم والتربية، مجال التربية والتعلم وعلاقته بالوسائل والأجهزة، طبعا انتشار الوسائل نتيجة التكنولوجيا المتقدمة وأجهزة الفيديو والحاسوب والإنترنت والسمارت فون، الهواتف الذكية، كلها تشكل تحدي جديد لمجال التعلم بشكل عام والمدرسة، لأنه يعرض المعلومات ويقدمها بشكل أولا يثير الشوق أكثر، فأحيانا هذا يفوق ما تقدمه المدرسة مثلا في عرض المعلومات. فلذلك نرى أن البرامج التعليمية تأخذ هذا بالحسبان، وتأخذ هذه الأجهزة المتقدمة وتجرب أن تستخدمها في التخطيط العلمي للاستفادة منها. ولكن كما ذكرت ليس هناك شيء كله إيجابيات، فهناك اتفاق مثلا بين المختصين أن القراءة الإلكترونية على سبيل المثال أقل نجاعة من القراءة في الكتب، وبعض الدراسات تثبت أن التركيز في البيئة الإلكترونية يقل ما يقارب 25% من القراءة التقليدية في الكتب، وذلك يعود طبعا لعدم القدرة بالاستعانة بالذاكرة المكانية للنص. نحن نذكر المعلومات كما ذكرنا سابقا بفضل ربطها برموز أخرى سابقة، مثل مثلا مكان الكلام بالصفحة. القراءة اليوم عن طريق الشاشة تزيد أكثر النشاط في مناطق معينة في الدماغ مثل المناطق البصرية أكثر من القراءة في الكتب، بينما القراءة في الورقية أو بالكتب تحفز أكثر مناطق دماغية متخصصة بترميز الأصوات التابعة لمنطقة اللغة. ولكن من جهة ثانية نرى أن استخدام هذه الوسائل وخاصة السمارت كما ذكرتي تعزز قدرة، من جهة تعزز قدرة التنسيق بين نشاط العين واليد، لدرجة أن نتحدث اليوم عن ما يسمى ذكاء الأصابع. وهذا النوع من القدرة أو الذكاء رغم الإيجابية يهدد القدرة على التذكر ذاتيا كما ذكرتي، بفعل طبعا الاعتماد على ذاكرة خارجية مثل اليوميات الإلكترونية. وهذا هو طبعا موضوع شيق جدا، مجال يعني
موضوع البحث. وهذا كان عنوان أيضا لكتاب مثير للجدل للكاتب الفرنسي نيكول كير، هل يجعلنا الإنترنت والحاسوب أغبياء؟ فأنا كباحث دماغ لا أوافق طبعا أن الإنترنت أو الأجهزة الإلكترونية تجعلنا أكثر أغبياء، لأني واثق أن الدماغ البشري له سعة كبيرة، قابل للتغير، قابل للتأقلم مع كل آلية أو محفز جديد. فتاريخيا رأينا ذلك عند اختراع أو اكتشاف الكتابة قبل 5000 عام، وعند اختراع الآلة الطابعة قبل 300 عام، أي الانتقال من الثقافة الشفهية إلى ثقافة القراءة. فقياسيا وعلميا لم نرصد بعد هذه الاكتشافات تراجع في العمل الذهني للدماغ، بل قد يكون العكس هو الصحيح. نعم، لا شك أنه هذا الموضوع أيضا واسع وواسع جدا. هيك حاب أسمع منك كلمة أخيرة للمستمعين بروفيسور رفيق. أولا أحيي كل المستمعين، ثانيا والمستمعين، ثانيا يجب دائما أن نكون واعين لما يدور في الذهن والدماغ، ويجب التعامل كما ذكرت عمشي مع الدماغ كعضو مهم في الجسم بحاجة لراحة، يجب إعطاءه الفرصة كي يتجدد في ساعات الراحة لكي نستطيع أن نستخدمه بشكل أفضل. لا شك أنه الراحة مهمة جدا للدماغ، وكمان التحفيز، هيك أنه نحاول نحفز حالنا ونحفز دماغنا أنه نتذكر أكثر وتشغيل الدماغ والرياضة. فالرياضة هي بمفهومها هي طبعا رياضة الدماغ أكثر من رياضة الجسد. شكرا كثير لك بروفيسور رفيق إبراهيم، أخصائي في علم النفس العصبي وبحوث الدماغ في جامعة حيفا، على كل هاي المعلومات القيمة اللي أعطتنا إياها. يعطيك ألف عافية. شكرا لك. أهلين بك.